عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي طالبات الأعزاء، طلاب وطالبات الصف 11، هذه الحصة إن شاء الله سنخصصها لحل أسئلة الثقافة العلمية، الدرس الأول الدواء مصادره وأشكاله. سنبدأ إن شاء الله بداية في أسئلة اللي هي ما بين الأسطر. نبدأ سويا إن شاء الله في أسئلة، بداية أول سؤال حنلاقيه إن شاء الله موجود بصفحة رقم 4، زي ما احنا شايفين صفحة رقم 4. هنبدأ مع السؤال الأول اللي هو زي ما احنا شايفين بالمؤشر. السؤال الأول: كيف يتم التداوي؟ كيف يتم التداوي في عصرنا ايش الحاضر؟ طبعا في العصر الحاضر يتم التداوي بجميع أنواع الأدوية وأشكالها، وأيضا بالطب الشعبي العربي والتداوي بالأعشاب والنباتات. أما بالنسبة للسؤال الثاني اللي هو: لماذا تتعدد الأشكال الدوائية؟ طبعا تتعدد الأشكال الدوائية حتى يسهل التعامل معها وتمييزها والتعرف إليها، وأيضا حسب الغرض الذي أعدت من أجله. الآن سنتوجه إن شاء الله للصفحة 7. السؤال الآخر موجود إن شاء الله في صفحة 7. نركز، طبعا هو مش سؤال، هو بدنا نركز على تعريف المادة الفعالة. بالنسبة لتعريف المادة الفعالة ضروري ومهم جدا، طبعا هو موجود في نهاية الصفحة زي ما احنا شايفين مع بعض في صفحة 7. تعريف المادة الفعالة: المادة الفعالة هي التي قد تكون كلويدات أو زيوتا طيارة أو مواد عضوية كما هو موضح لدينا. نيجي لصفحة 8. هلاحظ بصفحة 8 في عندي أسئلة للبحث، طبعا بنركز على آخر سؤال من أسئلة البحث، هو ممكن يجي عليه سؤال بيكون كتير مهم اللي هو: ما الفرق بين المصل واللقاح؟ إذا هنركز مع بعض على سؤال اللي هو رقم 3، السؤال الثالث: ما الفرق بين المصل واللقاح؟ خلينا نشوف مع بعض. بداية، المصل هو عبارة عن أجسام مضادة من دم الإنسان أو الحيوان الذي تكونت لديه، تمنح وقاية سريعة، لكن تكون إيش؟ فترتها قصيرة، يعني فترة الوقاية تكون إيش؟ قصيرة جدا. أما بالنسبة للقاح فهو يحتوي على نفس الجراثيم المسببة للمرض المراد مكافحتها، تحفز جهاز المناعة، طبعا وظيفتها هذه تحفز جهاز المناعة لإنتاج أجسام مضادة، ويعتبر الحل الأقوى لأنه يمنع الإصابة من الأساس بالمرض. يعني هذه اللقاحات يتم أخذها أصلا قبل الإصابة بالأمراض، وظيفتها الرئيسية هي تحفيز جهاز المناعة وإيش والوقاية، وتدوم لمدة طويلة جدا تصل حوالي لعدة لسنة أو لعدة سنوات. السؤال الآخر لدينا في صفحة 9. في صفحة 9 لو ركزنا في عنا هنا سؤال، طبعا الكبسولات تحكي لشكل دوائي صلب تحتوي في داخلها أدوية قد تكون صلبة أو سائلة وتغلف بغلاف جيلاتيني، هل يمكنك تفسير ذلك؟ لماذا تغلف الكبسولات بغلاف جيلاتيني من الخارج؟ طبعا تغلف للحفاظ على محتواها من المادة العلاجية وسهولة التعامل معها وبلعها. طيب نيجي الحين في عنا على الجانب أيضا في صفحة 9 في عندي سؤال كتير مهم اللي هو: لماذا تظهر أقراص الدواء بألوان مختلفة ويظهر في بعضها خط فاصل في الوسط؟ أول شيء نيجي للجزئية الأولى من السؤال، إنه لماذا تظهر أقراص الدواء بألوان مختلفة؟ طبعا حتى يسهل تمييزها والتعامل معها، لكن بالنسبة للخط الفاصل في الوسط حتى يسهل فصلها إلى قسمين متساويين. في بعض الأحيان طبعا احنا بنعرف تكون الجرعة المخصصة هي نصف قرص أو نصف حبة، عشان أقدر أن أفصل بطريقة صحيحة ويكون القسمين متساويين طبعا وضع هذا الخط الفاصل في المنتصف.
طيب نيجي لصفحة 10. معنا في عنا سؤال فكر. نقل أحد المرضى إلى الطوارئ وهو في حالة غيبوبة. يا ريت نركز على النقطة هذه، كتير مهمة إنه الشخص كان إيش؟ كان في حالة غيبوبة. طيب شخص الطبيب الحالة فتبين أنها ناتجة عن ارتفاع نسبة السكر في الدم، فقرر إعطائه مادة الأنسولين. فما الشكل الدوائي المناسب الذي سيستخدمه الطبيب ولماذا؟ طبعا أفضل طريقة لهذه الحالة هي إيش؟ الحقن. ليش؟ السبب أن الشخص أصلا في حالة غيبوبة. مثلا الشخص في حالة غيبوبة، أنا مش هقدر أعطي لا شراب ولا كبسولات ولا أي شيء عن طريق الفم أو الأنف. إذا الطريقة الأفضل هي استخدام الحقن، كذلك تعتبر أكثر فاعلية من أنواع الأدوية الأخرى وأسرع تأثيرا من الأنواع الثانية. بهيك بنكون تقريبا خلصنا إحنا إيش الأسئلة اللي بين الأسطر. سننتقل إن شاء الله الآن إلى أسئلة الفصل. نبدأ مع بعض في السؤال الأول اللي هو السؤال الأول. طبعا ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة للأسئلة الآتية. من العالم الذي وضع شعار الطب والصيدلة؟ ألف ابن سينا، باء بقراط، جيم جالينوس، دال اسكولابيوس. طبعا هالسؤال كتير بسيط، وقلنا سؤال يعني بتكرر كتير. طبعا واضع شعار الطب والصيدلة هو العالم اسكولابيوس. دال. السؤال الثاني، أين أنشئت أول صيدلية في التاريخ؟ طبعا الإجابة الصحيحة ألف في بغداد. السؤال الثالث، ما الأملاح التي تعالج فقر الدم؟ الإجابة الصحيحة دال، هي أملاح الحديد. السؤال الرابع، أي من الأشكال الدوائية الآتية يغلف بغلاف جيلاتيني؟ طبعا الإجابة الصحيحة دال، هي الكبسولات. ما شكل الدواء الأنسب لطفل يعاني من السعال؟ الشراب. من صاحب، طبعا السؤال السادس، من صاحب كتاب القانون في الطب؟ الإجابة الصحيحة ألف ابن سينا. بهيك نكون أنهينا إن شاء الله السؤال الأول في أسئلة الفصل. إذا إجابة السؤال الأول كانت دال، إجابة السؤال الثاني طبعا لو علمنا على الإجابات الموجودة عندنا، السؤال الأول كانت إجابته دال، السؤال الثاني كانت بغداد، السؤال الثالث كانت إجابتها أملاح الحديد، والسؤال الرابع كان الشراب، السؤال الخامس طبعا لا عفوا غلطنا احنا هيك في التعليم. السؤال الرابع، لأي من الأشكال الدوائية يغلب غلاف الجيلاتين؟ طبعا الكبسولات. أما السؤال الخامس فهو الشراب، والسؤال السادس هو ابن سينا. طيب الآن نيجي للسؤال الثاني. السؤال الثاني هو أذكري ما هي الإنجازات الطبية لكل من اليونانيون والعرب المسلمون. لو بدنا نرجع لحد عشر لإنجازات اليونانيون، طبعا إحنا ذكرناهم في الدرس إذا فاكرين، في درس طبعا الدرس الأول في نبذة تاريخية عن اللي هو إيش نشأة الأدوية. لو بدي أرجع بدي أحكي باختصار عن نشأة الطب في عهد اليونانيون. بدي أحكي واحد طبعا عن العالم أسكولابيوس، وهو صاحب شعار الطب في العالم اللي هي الأفعى التي تلتف على العصا. وتطور الطب في عهد العالم أسكولابيوس طبعا في عهد الحضارة اليونانية بشكل عام. طبعا بنى اليونانيون المعابد وحولوا المعابد إلى مصحات ومستشفيات. ظهر بعد ذلك العالم أبقراط وهو من أشهر الأطباء، الذي لغى نظرية أن المرض يعني ينشأ بسبب قوى خارقة، ووضع نظرية أن المرض ينشأ من مسببات طبيعية، وذكر في كتابه ما لا يقل عن 400 دواء ولا زالت تستخدم حتى وقتنا الحاضر. كما اشتهر بقسم أبقراط الذي ما زال متداولا في الجامعات ويعتبر دستور للأطباء. في عنا كمان الأطباء في عصر الحضارة اليونانية اللي هي مين؟ الطبيب جالينوس. الطبيب جالينوس الذي
طبعا من هنا حنبدا ان شاء الله. الطبيب جالينوس الذي وضع العديد العديد وحضر العديد من الادويه النباتيه، طبعا هذا بالنسبه اللي هي الحضاره اليونانيه، اما لو بدي احكي الان عن الحضاره الاسلاميه اللي هو الموجود في صفحة 6، منذ بداية ظهور الإسلام في مناطق واسعة من العالم تطورت العلوم وشهدت فيها الحضارة الأوروبية تراجعا كبيرا. اهتم المسلمون في العصر العباسي بالتطور العلم وتطور المستشفيات بين المستشفيات، وتعلموا علوم الطب وقاموا بترجمة العديد من الكتب، وبنيت أول صيدلية طبعا في بغداد في عصر الخليفة العباسي المنصور. كان من أمثلة أهم أمثلة الأطباء العرب اللي هو الرازي وابن سينا، وكان ابن سينا طبعا هو صاحب أشهر كتب في الطب وهو كتاب القانون في الطب الذي كان مستخدما كمرجعا طبيا في الجامعات الأوروبية لمدى طويل جدا. طبعا هذه إجابة السؤال الثاني. نيجي بالنسبة للسؤال الثالث. إجابة السؤال الثالث اللي هو نشوف السؤال الثالث أصلا بيحكي لي ما المقصود بكل من المفاهيم الآتية: الدواء والمراهم والكبسولات. نرجع هنلاقي كل التعريفات طبعا تم دراستها. تعريف الدواء زي ما احنا شايفين عنا نعلم عليه، طبعا هي موجود عندي، ويكمن تعريفه على انه زي ما احنا شايفين موجود في صفحة 7، ويمكن تعريف الدواء على انه مادة تعطى للإنسان أو الحيوان أو النبات بهدف الوقاية أو المعالجة أو تسكين الألم. التعريف الثاني اللي طالبوا منا تعريف المراهم. نرجع طبعا هذا السؤال بلقاه في درس أشكال الدواء. تعريف المراهم، المراهم هي عبارة عن شكل دوائي شبه صلب لزج القوام معد للاستعمال الخارجي على الجلد والأجهزة المخاطية أو الأغشية المخاطية. بالنسبة لتعريف الكبسولات أيضا موجود عندنا هنا في رقم 4، هو عبارة عن شكل دوائي صلب تحوي في داخلها أدوية قد تكون صلبة أو سائلة وتغلف بغلاف جلاتيني لحمايتها وسهولة التعامل معها. نيجي للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده هو السؤال الرابع. عددي مصادر الأدوية المختلفة. أيضا مصادر الأدوية تم دراستها زي ما احنا شايفين هنا موجود في صفحة 7. مصادر الأدوية تقسم إلى مصادر عضوية ومصادر غير عضوية ومصادر صناعية. هذه طبعا إيش؟ مصادر الأدوية. طيب نستكمل مع بعض الآن إن شاء الله. عندنا السؤال الرابع اللي هو بدنا نكون خارطة مفاهيمية خاصة ببعض المفاهيم التي تم إعطائها الموجودة هنا عنا. شوية بس إن شاء الله نرجع لصفحة الأسئلة. طبعا كون خارطة مفاهيمية بالاعتماد على المفاهيم الآتية ومعطيني كتير مفاهيم. طبعا هعمل الخارطة المفاهيمية كالآتي. هصمم عندي، هقول الدواء، هعمل منه قسم مصادره والقسم الآخر أشكاله. إذا القسم الأول هعمل مصادره والقسم الثاني أشكاله. مصادره هدرج فيها أدوية عضوية، وحدرج فيها أدوية غير عضوية وأدوية صناعية. أما الأشكال حدرج فيها حقن، كبسولات، أقراص، شراب، تحاميل، مراهم، لصقات، وأيضا قطرات. نيجي للسؤال الأخير معنا اللي هو السؤال السادس. عللي ما يأتي. تعد الحقن من أسرع أشكال الأدوية تأثيرا لأنها تعطى في الدم مباشرة. إذا تعد الحقن أسرع تأثيرا لأنها تعطى في الدم مباشرة. بالنسبة للسؤال الأخير عندنا يفضل إعطاء المرضى الذين يعانون من السعال الدواء على شكل شراب. طبعا في هذه الحالة لأنه يعد أكثر فاعلية وأقوى تأثيرا في حالة السعال. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.